السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الخيول على الباغي فانسن دينير من ديالنا. يا دي إن شاء الله كخيول مرشحة أولى، غيكون الكنز هو الأول، ويكون ديزويت كعود ثاني. هما لي دو برومي ديال لي فافوري حاليا، الكنز غيكون 1.6 والديزويت غيكون غادي ب 12، والديساد غيكون ب 14، والويت غيكون ب 14. هما الربعة الأولين اللي غادي يقدروا يطلعوا منهم ثلاثة، ممكن يطلعوا منهم جوج. يعني كاين الكنز 18 وكاين لويت جاستن بول وكاين جاست جيغولو 17، وغيكون معاهم جيم لوفوت رقم 13 وجاك تونيك رقم 9 وتيستيريو دايسي رقم 5 و 16 اللي كان بعيد كل البعد، غيكون من الخيول اللي قريبة. 6 كذلك غيكون كعود قريب شي شويه، ورقم 4 و 11 و 12 و 3، والخيول غيكونوا غاليين بزاف من عند الثروه، او نحسبوها من عند الدوز، من عند الدوز ب 36 غيكون غادي، اولا غادي ب 48، الدوز غيكون غادي ب 48 الثروه والسبعة والعشرة والجوج والربعتاش والآغ يكون بارطو. غالبا لي دو برومي، غالبا لي دو برومي ما كيجيوش. عامل داس كانوا جوج الخيول، كان ايديو دو دياخ، وكان واحد العود اللي كان دار لينا نو بلاسي. هنايا كانوا جاو جوج الاولين اونت نيف، ولكن ما كانش كانتي، كانت ريكوس عادية، يعني نفس البري نفس كل شيء. كانوا لي دو برومي جو كالهونيك و كيربيري، كانت كوسة عادية. دونك هذه كان هذه فيها 15 عود. دونك اللي بغى يلعب على الخيول المرشحة كاين 18 15 17 8 9 دو دي شوفو فافوري 13، تقدر تكون لاريفي هنايا كيما كنشوفو، يعني ال 15 وال 8 وال 18 وال 5 وال 17 والكاط والناف والطريز، هادو هما ويت شوفو ديال لي فافوري اللي غيدخل معاهم. انا اختاريت معاهم زدت معاهم جلوبال دانسر كعود، يقدر يكون في المفاجأة، او طروا جويل كاندل طروا اللي يقدر يتاوي ديال المفاجأة، او يبغى يزيد داك الدوز تاوال ان كورسة غادي تكون هنا إن شاء الله. مي شكون اللي ما غايجيش هنا، هو هذا هو الإشكال، شكون اللي ما غايجيش. المهم زدنا دوك الخيول اللي يقدروا يخلقوا الحدث. هادشي اللي كاين أخوتي، أعانكم الله. بالنسبة لي باز، أنا حطيت واحد لي باز، اللي بغى يختار من هاد لي باز هادو يختار من هاد لي باز، ما عندوش شي عود مر إكس غيحيدو ينصلو ويزيد عاودو. مثلا عندك الديزويت ما يخسرش، راه غادي دير الديزويت ودير الاكس. عندك الخمسة ما يخسرش، غدير الخمسة مع هاد لي باز ودير الاكس. هادشي اللي بان ليا، باش ما نقولش لك حكا علاش ما حطيتيش الديزويت، علاش ما حطيتيش الخمسة، علاش هذا ما كان، تيبقى لكم اختيارات نتوما. هادشي اللي كاين، عانكم الله، دمتم في رعاية الله، وفي مع السلامة.